كما تلاحظون الآن، ثمن المنتج قبل استعمال كوبون أرخص. الآن نقوم بإدخال الكوبون، ثم نقوم بالضغط على تطبيق ليتم تفعيل الكوبون بنجاح، ثم يقوم بالخصم مباشرة أمام أعينكم كما تشاهدون على الشاشة. عند الدخول إلى الموقع الرسمي، نقوم بالبحث عن المنتج الذي نود شراؤه. نقوم باختيار هذا المنتج على سبيل المثال، ثم نقوم بإدخاله إلى سلة الشراء. عندها نذهب إلى سلة الشراء. كما تلاحظون الآن، ثمن المنتج قبل استعمال كوبون أرخص. الآن نقوم بإدخال الكوبون، ثم نقوم بالضغط على تطبيق ليتم تفعيل الكوبون بنجاح، ثم يقوم بالخصم مباشرة أمام أعينكم كما تشاهدون على الشاشة.